هنا في المتحف القومي للحضارة المصرية بيتناسب مع كل الفئات العمرية. الأسرة المصرية بتيجي مع أولادها علشان هنا العرض بيتميز بالحداثة ومش بملل. برحب بيكو، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أهلا وسهلا. دي أول زيارة هنا ليكو في المكان؟ لا، هي تاني زيارة ليا وأول زيارة. دي أول زيارة، طب إيه رأيك؟ جميل، حاجة جميلة أوي والله، يعني شغل بصراحة مفيش بعد كده. أول مرة بصراحة أنا أشوف المتحف، من زمان قوي شفته في المتحف القديم، بس دلوقتي حاجة تانية خالص. شفتوا التطوير اللي حصل فيه؟ ما شاء الله، يعني بصراحة يعني منظم، عجبنا فيه جدا النظام، أنه متفسرة كويس قوي، أي حد يعني أجنبي عربي يعرف. حريصين أن أنتوا تجيبوا أولادكم معاكم؟ طبعا، وانا كان نفسي اشوفه، او انا جدتهم، بس انا نفسي اشوفه. ما شاء الله. الله يخليك. بجد ربنا يخلي، بجد ربنا يخلي لحضرتك. يعني مبسوطين جدا، هو عاجبهم، يعني هم حابين يعرفوا برضو يعني حضارتنا وايه الفراعنه وايه يعني القدماء المصريين كانوا بيعملوا ايه. ويعني الميزه فعلا ان ما شاء الله كمان المتحف بيطلع كل جزئيه كان الفراعنه فيها متميزين، من هندسه، من طب، من موسيقى، من فن، من ثقافه. ف يعني اللي اشتغل على الكلام ده بجد يعني نشكره من وزاره الاثار. شكرا ليكم، واتمتعوا طبعا بجولتكم. احدى العائلات الموجوده هنا في المتحف اللي كانت حريصه ان هي كمان تيجي ومعاها اولادها واحفادها، انا برحب بيكم. اهلا وسهلا بيكي، وشيء عظيم والله. انا فخور بمصر وفخور بالرئيس السيسي على اللي عمله، فعلا حاجه جميله وحاجه مشرفه. اذا كانت نقل المومياد بالطريقه اللي اتعملت وبالعرض اللي اتعمل على العالم، احنا اغنى 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 دوله في العالم عندها اثار، والمفروض احنا نفتخر باللي احنا بنعمله ده. وربنا ان شاء الله يعني يجازي مصر كل خير. يعني مصر من زمان وهي دوله عظيمه، وهي دوله ليها كيان وليها رئيس وليها ملك وليها حكومه، وهي مؤسسه للعالم كله، واللي بيتعمل هنا واللي بيتعمل ده شيء. وحضرتك كنت حريص انه احفادك يكونوا معاك هنا وهم عايشين برا؟ يعني احنا معانا اولاد ابني وقاعدين في الامارات فتره، وطبعا هم زاروا مصر كذا مره، وما كناش بنقدر نفرجهم على الحاجات ديت بالطريقه الجميله دي والعرض الجميل ده الا في المتحف الحضاري لما اتعمل، والصوره الجميله اللي اتعملت، واحنا متهيألي العالم كله شافنا بطريقه صح. استمتعوا بوقتكم وشكرا ليك. في المتحف القومي للحضارة المصرية كمان الأجانب من مختلف دول العالم بيكونوا حريصين إن هم يجوا ويزوروا المتحف. كيف حالكما؟ أنا بخير جدا. ما اسمكما؟ أنا اسمي إيليا. سيسيليا. أنا من رومانيا، قادمة من بلجيكا. هل هذه أول زيارة لكما في مصر؟ نعم، إنها رائعة حقا. ما رأيكما بالمتحف الآن؟ أنا أعجبت جدا بالمتحف، أود أن أرى المزيد من القطع الأثرية. هل رأيتم الحدث الذي قامت مصر بتنظيمه، موقف نقل المومياوات؟ نعم، شاهدت هذا الحدث، إنه كان مبهر جدا ورائعا ومنظما. ماذا عنك أيضا؟ إنه كان رائعا حقا. كان عندي فضول المجيء إلى مصر. نحن وصلنا إلى القاهرة منذ ساعتين فقط، وقمنا بالقدوم من الفندق إلى المتحف حتى نرى المتحف. ماذا عنك أيضا؟ أنا لم أرى الحدث، ولكن صديقي شاهده وكان سبب تشجيعي في قدومي إلى المتحف. ما هو أكثر شيء أعجبك هنا؟ الحضارة وما حدث من 1000 سنين الماضية، إنه من الأشياء التي لها اختلاف. ما رأيك أو أعجبك بالحضارة المصرية؟ المتحف رائع جدا. أول شيء قمنا به هنا هو رؤية المومياوات، حلمي منذ الصغر زيارة مصر. أنا سعيد جدا جدا جدا، لديكم تاريخ عظيم. هل لكم جولة سياحية أخرى؟ نحن قمنا بزيارة مدينة دهب، وقمنا بزيارة القاهرة، وسوف نذهب إلى شرم الشيخ أيضا. استمتعون بأوقاتكم، شكرا لكم.